اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مدد. حلقه النهارده معانا فرقه المر عشلي للانشاد الديني، فرقه سوريه بتحب مصر، اشتهرت بانشاد القصايد الدينيه وحضور مجالس الذكر، ومن اوائل الفرق اللي دخلت الايقاع المعاصر على الانشاد الديني. انشادهم ليه طابع مميز بيستقر في القلوب، ومعظمهم خريجين مدارس ومعاهد موسيقيه لعلوم المقامات الصوتيه. تعالوا نشوف التقرير دوت عن فرقه المر عشلي ونرجع تاني نكمل برنامجكم مدد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، عين فرقة المر عشلي تأسست عام 1981 بأمر من شيخ الطريقة الشاذلية بسوريا محمد صالح الحموي رحمه الله، وكان المشرف الأول على انتقاء الكلمات والألحان وكمان اختيار المواهب الجديدة، وليه الفضل في اكتشاف مدير الفرقة الحالي محمد ياسين المر عشلي. قمر يرنو للنور، شيخ يزهو بحبوري من حب الحبيب طه. تجمع فرقة المرعشلي بين الأب والأبناء خلاها فرقة عائلية، كمان جدهم الشيخ ياسين أحمد المرعشلي كان منشد وقارئ للقرآن في دمشق، وتأسست الفرقة بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلي، وانطلقت من مجالس الذكر في سوريا، واشتهرت الفرقة في سوريا بتقليد كبار المنشدين المصريين من جيل العظماء زي النقشبندي وطه الفشني وعمران، وده كان سبب حب المصريين لهم لتقدم كل ألوان الإنشاد والمديح النبوي، وكمان بتلعب دور كبير في تأهيل المنشدين والقراء وتدريبهم على إتقان فن الإنشاد الديني، وتخرج على أيديهم العديد من المنشدين في سوريا زي المنشد محمود برخش وعماد قبيس، وفي مصر زي المنشد محمد طارق وغيرهم كتير. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما اتكلمنا عن فرقه الرضوان دلوقتي مشرفني في برنامجكم مدد الاستاذ محمد المرعشلي رئيس فرقه الرضوان. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الفتاح، ونسال الله تعالى تكونوا بالف خير، وكل عام وانتم بالف خير. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا سيدي. منورنا انت والفرقه الجميله. حبيبي الله يبارك فيك. النهارده هنستمتع بقى باناشيد اللي عملت بصمه معاكم اول ما جيتوا. أيوة. القاهره. كنت قبل كده صراحه قلت من اول ما جيئي مصر والفرقه فعلا ابتدت يعني اتولدت من جديد. نحن بنسميه تاسيس ثاني للفرقه، لانه كان نحن داخلين على لون جديد، على يعني ناس تسمع بشكل كويس، تعرف ايه يعني اللحن، وعلى بلد الابتهالات نفسها. وبلد الابتهالات، بلد الابتهالات بنفس الوقت وبنفس الوقت انه يعني جو اخر، جو ثاني مختلف عن الاجواء يعني بتاعتنا، مناخ تاني، موضوع مناخ تاني، مختلف. حتى طبيعه الاغاني، حتى طبيعه الاناشيد اللي انتوا كنتوا بتقولوها في سوريا غير اللي كنتوا بقيتوا بتقولوها هنا في مصر. لان المستمع كمان والسميعه اختلفت طبعا. والنقطه الثانيه انه نحن يعني احنا فرقتنا الاربعه، نحن فرقتنا تقريبا نحن 10 اشخاص ما شاء الله. فنحن منهم اربعه مع اخوتي، كانوا احنا كنا سوا، جينا سوا يعني. والوالد طبعا هو على راسنا طبعا، لكن الباقي الاعضاء الفرقه كانوا جدد يعني من مصر. أي ولا كانوا سوريين؟ هن سوريين لكن كانوا مقيمين هنا، كانوا مقيمين في مصر. اي كانوا مقيمين هون وانضموا للفرقه طبعا. دول بقى صار مضطرين بقى نعمل تدريبات جديده وتاسيس جديد وغير اللي كنا نحن مؤسسينه بسوريا يعني. الدنيا مختلفه يعني. طبعا. فهذا طيب. الاختلاف اللي صار يعني احنا لازم نستمتع بصوتكم الاول، وبعد كده نرجع نتكلم على الاختلاف ما بين الموالد والحفلات سوريا ومصر. طيب اتفضل يا استاذ محمد. يلا بسم الله. بحبك واريدك واتمنى ابوس ايدك
خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حب ساكن قلبي يزيد كل اتنين
العباء طرا يا قد الحسنين بحبك واني علي أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم أحسنتم. أنا أول مرة أسمعها بتوزيع جديدة. أنا بحب جدد ليه؟ لأنه الأنشودة دي تحديداً مطلوبة مني بشكل ودخلت قلوب المصريين سبحان الحمد لله في كل العالم في كل العالم. والله أنا يعني بيجيني يعني بيبعت لي مسجات من برا يعني من ما بتتخيل من دول أجنبية من برا عم يقولوها يعني عم يتدربوا عليها ويقولوها. كنا قبل الاغنيه الجميله والانشوده الجميله ديت كنا بنتكلم عن الاختلاف ما بين الموارد والحفلات ما بين سوريا ومصر. مصر امتازت بحبها لآل البيت. دي حقيقه. ده حاجه ما شاء الله نحن ما شاء الله احنا عندنا يعني اولياء كتير. يعني ربنا يهنيكم في حب آل البيت. الحمد لله. فدي ميزه امتازت فيها مصر. نحن عندنا في سوريا ما فيش الموضوع ده انه نعمل لكل ولي او لكل مولد. يعني مولد لا نحن عندنا يعني يقتصر على مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بس بالمقابل بقى انه احنا عندنا حفلاتنا في اي حاجه يتعمل مولد سيدنا النبي اي احتفال حتى في 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 رمضان نقول عنه مولد بتقول عليه مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اي احتفال عندنا منه. مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رب صلى الله عليه الصلاة والسلام. حب لعدنان دي اغنيه جديده انتوا عملتوها صح؟ دي هي جديدة. هي لحن ده لحن لا طبعا لبليغ حمدي فاحنا بس عملنا عليها كلام. طب يلا بينا اتفضل. لحمد ببعت صلاتي بالشوق سلامي في أحلامي صلى الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه صلى الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه يا الله يا حبيب الأولياء الله الله يا
سنوات سنوات بالعدل بقلبي يا علمتني طول العمر يا ابويا ذكري وقران صلوات 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 بالعدل بقلبي يا حبي العدل بقلبي يا ابويا والمدح رسول الله ولا عمره يكون نشيدي يا ليل يا عين نشيدي غير في مديحه ورضاه وانا خادم للمعصوم يمكن يشفع لي في يوم وانا خادم للمعصوم يمكن يشفع وينوبني ثواب غالي يا ابويا سيرته الحلوة وحسنات حسنات 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 حب العدنان بقلبي يا حب العدنان بقلبي يا من كتر هوا بتمنى لقاه واشوفه خيال بيعدي ووراء انا ماشي 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 وانا بيدي من كتر هوا بتمنى لقاه واشوفه خيال بيعدي ووراء انا ماشي 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 ولا بيدي وشو منور يمسح دمعتي عن خدي يقابلني بوشو منور يمسح دمعتي عن خدي ويقول له يا غالي علينا حبك نور ليالينا ويقول له يا غالي علينا حبك واتملى بنور ايماني يا ابويا واصلي وراه ركعات ركعات ركعات
ركعة حبي العدنان في قلبي يا بابا حبي العدنان في قلبي يا بابا حبي العدنان في قلبي يا بابا ربيت عليه سنوات حبي العدنان في قلبي يا بابا ربيت عليه سنوات علمتني طول العمر يا بابا عليكم علي أفضل الصلاة والسلام. أهلا بحضراتكم من جديد، ومنورني الأستاذ محمد المرعشلي وفرقته الجميلة فرقة الرضوان اللي مستمتعين بصراحة بأغاني وأناشيد يعني في غاية الروعة. احنا لسه سامعين حب العدنان. انتوا على اي اساس بتختاروا اللحن؟ مثلا اللحن ده بيبقى تيمه في الودن مثلا وتحطوا عليها الكلمات الدينيه عشان تقدر توصل لقلوب الناس بسرعه؟ ما هو ده من ضمن التاسيس اللي ان احنا عملناه لما جينا على مصر. السبب انه نحن في عصرنا الحالي ما فيش بليغ حمدي يجي لحلنا لحن زي اللحن ده. طب وانا كمنشد ديني واحنا كفرقه انشاد ديني عايزين نقول الالحان دي اللي هي مميزه. طيب ونحن ما نقدرش نغني اغاني طبعا احنا دائما عايزين توصلوا لقلوب المصريين بسرعه. ايوه المبدا كمان هو الرقم واحد انه احنا عايزين نقول الالحان دي لانه احنا بنحبها، والرقم الثاني انه عايزين نوصل لقلوب الناس. صبحتك بنور النبي عليه افضل الصلاه والسلام. من الاناشيد الجميله والاغاني الجميله الجديده اللي انتوا عملتوها. نعم. يا ريت نسمعها مع بعض النهارده في برنامجكم. بسم الله. اتفضل. صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين. صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين. من نور جمال النبي شق القمر نصين، قلبنا روح يا نبي من نور جمالك فين، قلبنا روح يا نبي من نور جمالك فين. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، هواك مطلبي،
احسنتم احسنتم. اتفضل معانا هنا يا استاذ محمد. انت عملت انشوده لمصر. اه والله اغنيه لمصر. اه والله الانشوده دي كان يعني فرض علينا او واجب علينا احنا نقول نعمل حاجه لمصر. طبعا انا بقول لك من باب انه نحن يعني نحن عملنا في الانشاد الديني اللي عملوا في غير مجالات. كل شخص سوري موجود في مصر واجب عليه يقدم بلدكم يعني وبيتكم ومكانكم. والله وانتم بقيتوا خلاص مصريين يعني. فكان واجب علينا انه نعمل ولو حاجه يعني هي يعني ولو يعني قدمنا حاجه نعتبر ولو هي حاجه بسيطه بس لكن لازم واجبنا انه نقدم قدر الامكان ولو انشوده شكر لمصر. طب نسمعها بقى من حضرتك. يلا بسم الله. ويكون كلامنا ايه وسط النقال فيها ما في كلام اتقال في حبيبتي يكفيها يوسف كريم الكريم كان العزيز وأبوه يصحب العمى ما يفرقوا غير فيها يا أمي موسى حدي فيه موسى الكليم فيها يمي كان النجاة لما جري فيه سيدنا النبي في الكلام فيها ويوصي على أهلها ليه النسب فيها وبلف وبرجع عليها والله لقيها فتح إيديها
كلها حبيبتي شكرا يا مصر وبلف وبرجع ليها والله لاقيها فتح عينيها بقول ليها حبيبتي شكرا يا مصر قلبي بيتلجل ليها ربي نفاري ستر عليها ربي حميها من ناس مصر أهداف مبادرة حياة كريمة: التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية بالحضر، إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطن، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، تنظيم صفوف المجتمع المدني.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين برنامجكم مدد، ومنورني ومشرفني الاستاذ محمد المرعشلي وفرقته، فرقه المرعشلي وفرقه الرضوان للاناشيد الدينيه. اللي انا عرفته كمان ان انتوا بقيتوا دلوقتي بترجموا الاناشيد للغه الانجليزيه. السبب انه بفضل الله تعالى اناشيدنا وصلت لاقاصي الدنيا الحمد لله ما شاء الله. يعني عندنا عده اناشيد، وهن يطلبوا منا يعني المتابعين شيء، مسجات تجينا من شيء من المكسيك، شيء من المانيا، يعني من اوروبا ومن امريكا، كل دول العالم دلوقتي بقت بتراسلكم دلوقتي. بتراسلنا وتبعتنا انه رجاء ترجموا، يعني بيطلبوا منا ترجمه الاناشيد للغه الانجليزيه. حتى في اناشيد قديمه عم يقولوا لنا ترجموها، يعني احنا صورناها، مصورين من اكثر من 4 أو 5 سنوات الكليبات، كله عم عايزين انه نحن نترجمها. نسمع بقى مدد يا سيده. الله يرضى عنها. يا سيدي. رضي الله تعالى عنها طبعا. يلا بسم الله. يا ستي ده كل ده يم المكارم والفداء وصه جمال جديدة له يوم كده ولا يوم كده وصه جمال جديدة له يوم كده ولا يوم كده وانقالوا ايه ده كل ده من قول مدد يا سيدة يمو المشاير
لك لاني بنتو جنبينا ونال وده كل ده بنقول بدد يا سيد سنتي. دي من الاناشيد اللي دايما تطلب منها. احنا هنا عندنا في مصر بنقول احنا عندنا الشيخ النقشبندي، الشيخ عمران، الشيخ طه الفشني. في سوريا بقى قول لي مين المشايخ اللي هناك؟ في عندنا كتير طبعا، وعلى فكره كانوا معاصرين، يعني عرفنا بيهم، هم معاصرين برضه للمشايخ دي. انا جيلي لحق الموسيقار زهير منيني رحمه الله تعالى طبعا، برحب. والاستاذ عدنان ابو الشامات ده الطبقه الاولى. في عندنا بقى مشايخ المنشد، من المنشدين كان توفيق المنجد رحمه الله، كان في عندنا سعيد فرحات، انتم عندكم هنا سيد درويش رحمه الله، احنا عندنا عمر البطش رحمه الله. الاثنين كانوا مجايلين لبعض، وحتى كانوا وحتى كانوا برضه مثلا سيد درويش عمل لحن يضع الخانه بتاعته او الكوبليه تبعه عمر البطش، او مثلا عمر البطش يعمل اللحن يضع الخانه بتاعته سيد درويش. كان في حتى تبادل يعني في الالحان والثقافات بيناتهم. انا عايز اتكلم معك كتير بس انا عايز اسمع اكتر. يلا بسم الله. سمعنا ايه طيب؟ بمديح طه. في نشيد نعم اللي هو بمديح طه، خلينا نقوله. يلا وباذن الله يعني ده جديد طبعا جديد يعني باذن الله نسمعه معك يا استاذ محمد انت والفرقه. يلا بسم الله.
محمد ابن علي أفضل الصلاة والسلام. اتفضل يا أستاذ محمد. أحسنتم أحسنتم، كلمات جميلة. إيه رأيك؟ دي من التراث طبعا المصري. أستاذ محمد، أنتوا عملتوا حفلات كتير في مصر، يعني إيه أهم حفلة أنتوا عملتوها؟ يعني تحسوا إن الحفلة دي يعني فرقت مع فرقة المرعش كلها. يعني صراحة أول شيء حفلات الأوبرا كانت كتير جميلة، لكن اللي الأهم بالنسبة لي أنا، بالنسبة لكم أنتوا، في حفله عملناها مع مولانا الدكتور علي جمعه. طبعا عملنا معاه حفله، كان في حضور يعني حضور برضه الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله. الحفله دي وصلت لاقاصي الارض ما شاء الله. وده يعني انا عم اقول لك الكلام ده ليه، في الانشودتين بتاعت اللي افتتحنا فيها الحلقه اليوم، اللي هي بحبك وريدك، واللي هنقولها ان شاء الله بعد شويه، اللي بص هي على انوار نبينا دي، بص لازم نختم بيها الحلقه. بص على انوار نبينا ان شاء الله. فالانشودتين دول انا يعني انا رحت على يعني وصلوا في انحاء العالم كلها، والله بلاد يعني يمكن يعني انا استغربت انه الانشوده دي كيف وصلت لعندكم. يبقى اكيد بقى بنقولوها وبنقولوها بطريقتنا، يعني سبحان الله. يعني انت شايف ان دور السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي فيها طبعا يعني اكيد بتبقى فيها سبب رئيسي لشهره الفرقه او شهره المنشد نفسه. هذا في الحسب الظاهر، لكن حسب يعني احنا بنقول في الباطن اللي هو سبحانه ربنا وتعالى، سبحانه وتعالى لما بينور لحد فيها فيها فيه في مدد. الحفله دي فيها مدد، كان فيها مدد كبير. نختم الحلقه كده بقى معاكم النهارده، بصوا على انوار نبينا. يلا بسم الله. اتفضل يا استاذ محمد.
يطير يطير الحما بنا عيني بالسير تمرمى يا طير يطير يطير الحما بنا عيني بالسير تمرمى أمشي لو ألا طير في السماء يطير 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 الحما مرة واحدة زد من كمان اثنين صلاتك على صلاتي مش مرة واحدة زد كمان اثنين زي ما بدأنا بيها نختم بألف صلاة وسلام عليك وزي ما بدأنا بيها نختم بألف صلاة وسلام أحسنتم وعليه أفضل الصلاة والسلام ومفيش أحسن من كده مدد يا أستاذ محمد. اللهم لا تقطعنا من أمداد. أمين يا رب يوم. أمين يا رب. نورتنا يا أستاذ محمد طبعا الله. حضرتك أنت وفرقة المرعاش لكلها وشكرا جزيلا على النشيد الجميلة الحلوة وأحسنتم الاختيار وأحسنتم الأداء وأحسنتم الصوت وأحسنتم الألحان أحسنتم في كل حاجة يعني. اللهم اجعل عملنا أمين خالص لوجهه الكريم. أمين ربنا يتقبل وربنا يعني لا يقطعنا عن أمداده دائما نقولها أمين. وأنا أشكرك يا أستاذ عبد الفتاح نورتنا طبعا الكادر كله في برنامج مدد نورتنا مدد يا رب مدد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أعزائنا المشاهدين بكده خلصت حلقتنا النهاردة مع فرقة المرعشلي تحياتي ليكم وأشوف دايما حضراتكم على ألف خير.